مسكرين يا معلم سنجارة على اللبس اللمبوطي ده، مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده، شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى، استنى، انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى، انا اللي هحكي القصه من التوتو لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر، دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لانهم قالوا على سعادتك انك انت الراي السنجاري كلب. الراي السنجاري كلب، وفضل يستحلب ويتدحلب ويتنحلب ولحد ما وصل وبقى ريس المركبيه هنا. بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروه ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجاله؟ الولد ده بيقوم علينا يا رجاله، هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتشتمني يلا؟ لا والمصحف يا معلم سناره، انا ما شتمتش حد، هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف. انا مش سيدي زينب والله. الولد ده شكله لقطه، هو ده اللي بندوره عليه. أنا مستغربك يا عبده، الولد دي يلزمك في إيه؟ بعدين هتفهم، بس من إمتى أنت بتفهم؟ ما تخلينيش أغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا خد. والله العظيم أنا بريء، والله العظيم ثلاثة. بس بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عصلية أول إمبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى لو ادوك كراكون يا عم. انت ما تتكلمش خالص، انت بقى وزع ايدك يا ولد. اخ عبك ايدك بقى. الله، يلا بينا على الكراكون يا رجاله. لا ما تعايز ابلا انت بقى. يلا يا عم، يلا يا عم، يلا يا عم، اشوط انا، يلا اشوط انا. امك انت بقى اللي ده. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده يا عم. يا عم والمصحف انت اللي عملت، وده يا عم انا بيشيلنا من المصحف. انا مش سيدنا زينب. ايوه يا جدع، ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بيقول لك هو اللي حرام اركب ابو عسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش، خدلت ايدي الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا يا عم. بس ما تقول ما تقول حاجه لله بقى. الولد على حق اهو، والنبي على حق. سيبني بقى، اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط في مفتاح وفي باب فبخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابي ورد سجون يا عم. ما تقول كلمه لله عندنا يا اخي. الولد على حق. على حق بقى يا دي، امشي خدلت ايدي يا عم. انا مش عايز اخش جوه. انا دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا، اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام، بنظام. أعصابك يا فندم، أعصابك. خلاص يا غريب، بنظام. احكوا لي ايه اللي حصل. الولد ده ولا حاجة ما بعرفش. ولا انت ما تغلس، امنع الكلام وإلا قسما بالله. اهو حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. بنظام احكوا لي. الولد ده هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق، والنبي غلبان امال ليه في اي حاجه. انا مش سيدة زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش بنبي والله. امنع كلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش، والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام، يلا بره. باخد، اقف مكانك، اثبت جوه كما كنت، كما كنت. هذا هو مش طب ولا لا؟ كما كنت ودخل. والله ما عملت حاجة، ما عملت حاجة، والله ما عملت حاجة. بس محدش يخش. اثبت. حاضر. اقعد. حاضر. اثبت. حاضر. لما اقعد. حاضر. اتفضل. اتفضل تعال اقعد. حاضر.
استناك كتير. ولا قوم قوم ما نهزر. اقعد. حاضر. اثبت مكانك. حاضر. كما كنت. حاضر. اقعد. اقعد. حاضر. لا لا احلى ده في سفنك كتير. في سفنك احلى. صحة الباشا انا مش من هنا. انا اصلا من سيدة زينب وراجل ضاع من الطعميه وعلى باب الله. بدنا انت مش واخد بال حضرتك. انا اصلا جاي من عند الكفار وكان في فتحه بالمفتاح وفتحت باب ونزل من عند التراب. استنى. نعم. انت كنت جاي من عند مين؟ انا كنت نازل في المقبره انا وبسبوسه وبعدين فتحت الباب فجاه لقيت نفسي في قلب السحره وعند ناس كفار. في قلب ايه؟ في قلب السحرة. احلى خمسينة لحبايبنا اللي حارسين المينا. جرى يا عمنا ما قلتلناش الولا الليمبي ده ميته ايه؟ حلوة ولا حادقة؟ ولد ايه؟ اشرب هي الطازي ما عملوش حاجة. اشتعل عليك يدوم الواجب ابو الشنبات. انت تؤمر يا حليم. من عينيا من عينيا. بس انت عارف ان الحال ضيق بس انا هتصرف. ولا يهمك قريبه ولا بعيده يا جدع رقبتي. ماشي يا حليم. طلع قشر بياض ملوش في اي حاجه. براو عليك يا واد حليمه. خلي بالك الولد ده يخصني. بقول لك انا حليمه هو خارج امتى؟ في ديلي على طول. الله امال هو فين؟ ما تلخبطوش يا عبده. قصدك ديلي ولا الولد الليمبي؟ يا عم قصدي الليمبي. جاوبه. بقول لك ايه؟ ما تاخدنيش في ربع ونص وتقول لي ديلك، فين الحلاوه يا عم عبده؟ من عينيا. بس زي ما انت شايف الحال ضيق شويه دلوقتي، بس انا هتصرف. بقول لك ايه يا حليمه؟ انت تطلع على البوزه دلوقتي تقربع على قد ما تقدر والحساب عندي. يا دوب الوجبه بابا بديعه او النبي احسن الواحد على لحم دماغه من امبارع. بطن لحم دماغك على قد ما تقدر يا عم. يلا يا دوب بابا بديعه. يا دوب يا رجاله. بقول لك ايه؟ ايه؟ الولا حليمه ده لازم نقتلوه. يا عم ده ولا غلبان. أنا هستناك في الحنطور. والله ما حد عايز القتل غيرك. وأنت كمان يا أبو وديعة لازم نقتلوك. بس بقى فأنا إيه لما حصل إن أنا بقى خرجت من عند فتحية وجريت والعموم داخلين ورايا عند الباب وقلت لك الباب ده وجاي منين؟ فخرجت الناحية التانية قابلت مين بقى؟ قابلت شجرة الرز اللي هي بيقولوا عليها شجرة الدر، بس هي كانت مستنقرة الزهر في الشخصية هناك عندهم في البلد منذ كده. فبس عرفني وخرجت بعدها بقى لما طلعوا يجروا ورايا رحت داخل على من عصر دنشواك على هناك عندهم في قلب هملت. وانا مبسوط ان انت رافع السماعة عشان ما حدش يزعلنا في القعدة الخلوية اللي احنا قاعدين فيها دي. يا تغيير تمام يا فندم. مسكوا الواد اللي حرق مركب ابو عسليه والولد ده بريء. شفت بقى انا والله ما انا بقول لك انا بريء. انا بتاع طعميه اصلا يعني. افرج عنه يا باشا. سيدي خليه هو اللي يفرج عني. افرج عنه عشان اعصابك. لا خلاص غريب خد انت القرار عشان انا منهار. يلا قوم قدام. قوم ايه؟ قوم امشي قدامي. على النعمه ما اسمعها الا من بق الباشا يقول لي امشي. ما هو قال لك اهو. والله بقى يمين بالله ثلاثه انا ما اسمع الكلمه دي الا من سعادتك بقى. ايه الراي بقى؟ عليا طلاق بنت نفسها. ناخد الكلمة دي منك انت وتقول لي اطلع بره دلوقتي. ده انت غالي علينا يا باشا. خلاص امشي وما اشوفش وشك تاني حبيبي. حقك عليا. فرصة سعيدة جدا. ألف سلامة. الله يخليك. مبسوط ان انا خدت افراج على ايدك. ربنا يخليك يا رب. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. عايز حاجة؟ ربنا يخليك. ربنا يشفيك. رب كرمك يا حماد العلولي. ادعيلي. ربنا ياخدك. مش فاكرين هو معلم سنجارة ده اللبس اللمبوطي ده؟ مش احسن من الكومبين اللي كنت لابسه؟ انت ايه ده شغال منبه ده ولا ايه؟ فهمني بقى ايه القصه؟ الولد ايه؟ لا استنى بقى استنى. انت هتقول الولد ايه؟ استنى شويه بقى. انا اللي هحكي القصه من الطقطق لحد مع السلامه عليكم. دلوقتي الناس دي كلها نفر نفر
دول عندهم حق. ليه بقى؟ ليه بقى الناس دي ليها حق بقى؟ لأنهم قالوا على سعادتك إنك أنت الراي السنجاري كلب. الراي السنجاري كلب وفضل يستحلب ويتدحلب ويتمحلب ولحد ما وصل وبقى رئيس المركبية هنا. بس احنا لازم ايه؟ نعمل ثروة ونرجعه كلب. ايه الكلام ده يا رجالة؟ الولد بيقوم علينا يا رجالة. هو اللي بيشتمك يا معلم الصبح. انت بتستني يلا. لا والمصحف يا معلم سنارة، انا ما شتمتش حد. هم اللي قعدوا يقولوا عليك ان انت كلب وابن كلب، قعدوا يشتموا المصحف. انا لسه ايدي زينب والله. الولد ده شكله نقطة. هو ده اللي بندوره عليه. انا مستغربك يا عبده. الولد ده يلزمك في ايه؟ بعدين هتفهم. بس من امتى انت بتفهم؟ ما تخلينيش اغير منك يا عبده. تعالى معايا. يلا خد. والله العظيم انا بريء والله العظيم ثلاثة. بس يا رجالة، أنا عرفت الولد مين. الحمد لله أهو، ربنا يبارك لك يا رب. الولد ده اللي حرق مركب أبو عصلية أول امبارح. الله يخرب بيت أمي اللي جابك ورا ظهري. يبقى له الدك يا كول. يا عم أنت ما تتكلمش خالص أنت بقى. وزي إيدك يا قلب. أخ عبك إيدك بقى. الله. يلا بينا على الكراكون يا رجالة. يلا ما تبعيش يا بلانتا. يلا 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 يا حسن. ده حلو قوي قوي اللي حصل ده. يا عم يا عم والمصحف انت اللي بتعمله يا عم. وده يا عم انا بيشيلنا من المصحف. انا مش سيدنا زينب. ايوه يا جدع ما تخافش يا جدع، لو انت مصدوم انا هطلعك. مصدوم ده ايه يا معلم سنجاري؟ بنقول لك هو اللي حرق مركبه بعسليه. اصلا مين يا عم انت؟ يا جدع ما تفرجش خدلت ايدي، الظابط ولا يقول لك كنت مصدوم ولا لا؟ شكله بيسيح علينا. يا عم بس ما تقول حاجه لله بقى. الولد ده على حق. اهو والنبي على حق، سيبني بقى. اصلا مش من هنا ومن السيده زينب، وجاي غلط. في مفتاح وفي باب بخش، وانا بدور اصلا على واحد اسمه عم هرسه. الولد ده شكله صابر ورد سجون. يا عم ما تقول كلمه لله حد يا اخي. الولد على حق. على حق بقى. يا دي امشي خدلت ايدي. يا عم انا مش عايز اخش جوه. انا دواء الاعصاب يا فندم. متشكر يا غريب، انا اخدته. دواء الصرع يا فندم. ربنا يخليك يا حبيبي، اخدته فعلا اخدته. ده دواء التشنجات ساعتها. انا ما اخدتوش ده، مش عارف من غيرك انا كنت هعمل ايه. مفيش احترام للمكان اللي انتوا داخلينه؟ مفيش احترام للرتبة اللي كانت قاعدة على الكرسي ده دلوقتي؟ بنظام أعصابك يا فندم، أعصابك. خلاص يا غريب، بنظام. احكولي ايه اللي حصل؟ ولا انت ما تغلس؟ امنع الكلام ويلا قسما بالله اهو. حاضر يا باشا، حاضر يا باشا، حاضر. بنظام احكولي. الولد هو اللي حرق مركب ابو عسليه. يا عم ارحم اللي جابه ام بقى. الولد ده على حق. انا شفت بقى على حق، والنبي يا غلبان امال ليه في اي حاجه؟ انا مش سيدة زينب اصلا والله، وبعمل طعميه. امنع كلام. انا مش بنبي والله. امنع كلام. ما تستعطفنيش. لا والله ما استلطفكش، والمصحف والله ما بستلطفك. ولا مش انت المرشد الجديد عندنا هنا في القسم؟ مظبوط. وكمان طلعت من البوليس السياسي. الولد ده على حق. شفت بقى على حق والله. لا كده المسألة وضحت على الآخر. فضولي بقى المكان ده كله. غريب فضيلي القاعة. شو قدام؟ يلا برا. باخد اقف مكانك. اثبت جوه كما كنت. كما كنت. هذا هو مش طب ولا لا؟ كما كنت ودخل. والله لا عملت حاجة وربنا حاجة. والله لا عملت حاجة. بس محدش يخش. اثبت.